للمشاهدي قناة شوف تي في في هذه اللحظات في انتظار أن يرفع أذان المغرب. لحظات فقط، ثواني تفصلنا عن رفع أذان المغرب. تقبل الله منا ومنكم خير الأعمال، وتقبل الله منا ومنكم الصيام. اليوم هو نصف في رمضان، كما كيقولوا سعداك اللي صاموا إيمانا واحتسابا. في انتظار أن يؤذن المؤذن لصلاة المغرب، في هذه اللحظات المغاربة كلهم في انتظار هذه اللحظة باش يؤديو صلاة المغرب، ومن بعدها الإفطار. نتمنى ان صيامنا يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. مشاهدي قناة شوف تي في، تقبل الله منا ومنكم خير الأعمال، وتقبل الله منا ومنكم الصيام. شكرا لكم، إلى اللقاء.